بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء، وإلى سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي، والإخوان مدراء الدوائر في أشغال، على الشيخ عبد الله بن ناصر الله يجزاه خير حثهم على التواصل والحضور معنا لشرح الخطط المستقبلية لمدينة الخور. فالإخوان سعد، دكتور سعد والمديرين شرحوا لنا الأعمال، شرحوا لنا المشاريع التي نفذت والمشاريع التي راح تنفذ في المستقبل. وبعض المشاريع تناقشنا معاهم فيها وعطناهم وجهة نظرنا احنا أنا وإخواني هل المنطقة هل الخور، وكان النقاش ما شاء الله يعني بنا والجماعة استانسوا به. في نفس الوقت عرفنا منهم هذه المشاريع ومدى أهميتها لنا ولمدينة الخور، فيعني مشكورين على حضورهم وعلى شرحهم الوافي، وهذا فيدل على التواصل والترابط ما بين الجهات الحكومية والمواطنين وأخذ رأيه لما فيه الخير للبلد وللمواطنين والمقيمين على أرض قطر بشكل عام والخور بشكل خاص.